النادي الاهلي 1958 عمل مباراه وهنشوفها صورتين دلوقتي هم مهمين جدا. الاهلي لعب منتخب المانيا على ملعب التيتش. الله. مش كان لسه استاد القاهره ما فتحش. طبعا. استاد القاهره 60. اه. ها؟ فالاهلي لعب وجابوا صوره جميله هنشوفها دلوقتي من اصل صورتين. ها؟ جايبين البرج ولسه في بدايه بناه. شكرا شكرا استاذ المخرج. النصر الكبير. النصر الكبير. شوف هنا جايبين البرج اهو لسه بيتبني. ها؟ وده الملعب اللي عليه المباراه وازاي هنا افراد الجيش وافراد الشعب وافراد البوليس واقفين بيحيوا اللعيبه. يعني برج الجزيره كان قيد الانشاء وقتها. اه بس بيطلع 58 في بدايته. حلو. والنصر الكبير. وفي صوره ثانيه هتيجي بعديها الكابتن الكبير رفعت الفناجيري كابتن النادي الاهلي وابن دمياط البار. ها هو اللي جاب الجول من ضربه جزاء وخلص الماتش 1-0 للنادي الاهلي. جميل. انا حبيت اجيب دي سنه 8 اهي شكرا. دي ضربه الجزاء خلى الجون راح لحته وجه في حته ثانيه على يمينه اهو 1-0 1958. وهنجيب بعديها كمان حاجه مهمه جدا. ها ودي بقى لما نيجي بنفيكا لما كسب النادي الاهلي. ها عايزين نقول ان الاهلي ما تهزمش. الاهلي كسب الماتش ده 3-2 هو اللي فاز. اه الجميل بقى في 63 في 62 ان الفريق البرتغالي بنفيكا ده كان بطل اوروبا وجايب محتفي بطولة اوروبا وغالب مين؟ كان غالب ريال مدريد في النهائي. أوكي. وكان ريال مدريد ساعتها هو الفرقه العظيمه اللي بتاخد اربع خمس بطولات ورا بعض اوروبا. فهو غلب توجيه على هنا. اشكرك هنا. شوف بقى مين هنا كابتن صالح سليم وكابتن رفعت الفناجيل والشيخ طه. ها وهنا لقطه حلوه حيه من المباراه نفسها بنفيكا وده ده شريط فيديو نادر جدا. الله. احنا كسبنا 3-2 ساعتها. واللي جاب الاجوان بقى في حاجه جميله برده كانش في تعصب زي دلوقتي. كان زي ما فيش تعصب. كان في اثنين ضيوف من انديه اخرى بيلعبوا مع النادي الاهلي. كابتن محمد بدو من المصري والكابتن بدو عبد الفتاح من الترسانه اللي جاب الجون. والجونين التانيين جابهم الشيخ طه جاب جونين في الماتش دوت. شوفي انا مبسوط جدا. حاجه جميله جدا. اه شوفي شوفي هنا الفريق ده سنه 62 احنا بنتكلم من 60 سنه. بنفيكا بطل اوروبا جاي محتفي وجاي يعني جاي من اوروبا على مصر بنشوه النصر. بنشوه بقى. طبعا. واختار النادي الاهلي بطل مصر ونلعب معاه. اوكي. وماتش جميل. ها والعالم كله اتفرج عليه والاهلي يكسب 3-2 وكان ساعتها مين يعني احنا غلبنا ساعتها بنفيكا وغلبنا ريال مدريد. اه طبعا بطبيعه الحال. اه طبعا. كان ساعتها بقى النجم العبقري ايزيبيو. ها اللي راح كاس العالم 66 بعد كده. طبعا. فدي مباراة جميلة والفيديو ده لا وحتى حتى ريال مدريد نفسه يعني كان لينا قبل كده مواجهة مع ريال مدريد ولينا قبل كده مواجهة مع برشلونة. ريال مدريد في 77 ها احنا كسبنا 2-1 واللي جاب الجونين مين؟ الكابتن شيف عبد المنعم والكابتن الخطيب. الله. 2-1 وفي 2001 اظن كان لينا برضه. 2001 اه طبعا كان كابتن